بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس التقريب إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100 وإلى أقرب 1000. الدرس السابع في الوحدة الأولى للصف الثالث الابتدائي. التقريب عندما أريد أن أقرب هو للتسهيل، بقرب إلى أقرب 10. يعني مثلا أنا عندي عدد في النص، عندي مثلا 62 دي، ما بين 60 وما بين 70، يبقى احنا نقرب ل 60 أو ل 70، يبقى كده التقريب. بس بجيب عدد سهل، ما بجيبش بقى 63 و65 وكده. بس أنا لما باجي أقرب ببص على خط الإعداد أشوف ال 62 دي أقرب لل 60 ولا أقرب لل 70. طبعا هي اقرب لل 60، فبخليها تبقى اما اجي اقربها اخليها 60. طيب لو كانت العدد 68 اللي انا عاوز اقربه، اقرب لل 70 ولا اقرب لل 60؟ لا، اقرب لل 70، يبقى اخليها 70. في حاجة بقى تانية عاوز اقولها لكم تاخدوا بالكم منها، انا لما باجي اقرب سواء للمئات او الالوف او للعشرات أشوف لو العدد 5 وطالع، 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، أقربه لأزود عليه واحد، أحط أزود عليه إيه؟ واحد، أزود واحد على العشرات. يعني 65 أزود عليها واحد في العشرات تبقى 70، وأحط صفر في الآحاد. ازود واحد في العشرات واحط صفر في الاحاد. برضو لو 66، الستة اهي، اقوم ازود واحد على العشرات تبقى 70. لو 67، يبقى اذا من 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 بزود واحد على العشرات واحط صفر في الاحاد. اما لو كان 4 أو 3 أو 2 أو 1، شيل واحد، ما تزود شيء، يعني لا تزود شيء، تسيبها زي ما هي بس تحط الصفر. يعني ال61 تبقى 60، ال62 برضه هتبقى 60، ال64 برضه هتبقى 60. بتشيل الأربعة وتشيل التلاتة وتشيل الاتنين وتشيل الواحد وتحط مكانهم صفار. يبقى إذا أقل من 5، من 4 ونازل، لا تزود شيء، وتخلي العدد بس العشرات زي ما هو والأحاد صفر. ال5 و6 و7 و8 و9 بزود واحد على العشرات واخلي الاحاد صفر. واللي لسه ما فهمش هيفهم واحنا بنحل دلوقتي على الطبيعة. خلينا نروح ونشوف ونسيبنا بقى من الموضوع بتاع اهو. تعال احنا نروح عشان نطبق على الواقع. انا عندي دلوقتي 58، عاوز اقربها لاقرب 10. يعني انا التمانية دي اقل من 5 ولا اكبر؟ اكبر، يبقى هزود واحد على الـ5 تبقى كام؟ تبقى بقت 6، واحط قدام مكان التمانية صفر، يعني اذا هتبقى 60. يبقى انا بشيل الاحد احط مكانه صفر، وان كان اكبر من 5 بزود على العشرات واحد، اقل من 5 لا تزود شيء. طيب الاتنين دي و60، الاتنين اصغر، يبقى مش هزود حاجة على الست، واحط مكان الاتنين صفر. سهلة. طب هنا برضو بيقول لي قرب لأقرب 10، الـ5 كبيرة تعطي للـ8، يبقى اذا الـ8 هتبقى 9، الستة اللي قبلها زمان الـ8 بقت 9، والـ5 حطيت مكانها صفر. خدت بالك احنا عملنا ايه؟ الـ5 زود على الـ8 واحد، وحطيت مكان الـ5 صفر. ليه؟ لأن الـ5 كبير. طيب هنا الاتنين صغيرة، مش هتزود على الـ5 شيء، يبقى إذا الـ5 هتفضل زي ما هي، ونحط صفر مكان الاتنين بس. قرب إلى أقرب 100. تعال نشوف الـ4 قدامها 4، يبقى لن نزيد عليها شيء، نسيبهم أصفار، مش هنزود على الـ4 شيء.
طيب الأربعة قدامها سبعة، إذا هتزيد الأربعة تزود عليها واحد تبقى بقت 500. طيب الأربعة قدامها واحد، الواحد قليل عن الخمس، يبقى الأربعة مش هتزيد، نحط صفار. هنا الأربعة قدامها خمس هتزيد، هنحط الواحد اللي ورا زي ما هو، الأربعة هتزيد واحد لأن الخمسة هتزود عليها واحد بقت خمسة، ونحط صفرين. تحتاج ليلى إلى 67 لتشتري حقام ريال تحتاج مقاربة لأقرب عشرة. طبعا إحنا عاوزين نقرب لأقرب عشرة، السبعة تزود على الستة، يبقى الستة هتبقى سبعة، ونحط مكان السبعة صفر، بس هتبقى 70. يبقى إذا من خمسة وطالع بزود على العشرات واحد وأحط صفر في الآحاد، من أربعة ونازل ما بتزود شيء وتحط صفر في الآحاد. كيف أقرب عددا يقع في منتصف تماما بين عددين على خط الأعداد؟ أضيف، هنكتب بس في المنتصف، يعني عندي إيه؟ يعني خمسة، لأن ده الخمسة إحنا قلنا أكبر، هنكتب له بس أهو، بغير اللغة أقول له إيه؟ نضيف واحد للعشرات ونضع صفر في الأحاد. لأن من خمسة وصاعد نضيف، ومن أربعة فأقل لا نضيف، يبقى بضيف واحد على العشرات أو على المئات، يبقى إيه؟ نضيف واحد للعشرات أو المئات. لو كانت مئات بزود واحد، لو كانت عشرات بزود واحد. اهو نضيف واحد للعشرات او المئات ونضع صفر في الاحاد. ليه؟ لان من خمسة وصاعد بنضيف، ومن اربعة فاقل لا نضيف. خلاص عشان ما نطولش، قرب كل من الأعداد التالية إلى أقرب عشرة. أنا عاوزكم أنتوا اللي تقولوا قبل. يلا السبعة تعطي للسبعة اللي وراها ولا ما تعطيش؟ السبعة كريمة لأنها كبيرة أكبر من خمس، إذن هتبقى 8، زودت واحد وحطيت صفر في الأحد. برضو كذلك هنزود واحد على الست، التلاتة لا تعطي، الواحد هيفضل زي ما هو، ونحط مكان التلاتة صفر. كذلك الاتنين مش هتزيد لأن قدامها واحد. هنا التمانية هتزود على الاتنين، أنا ببص للي قبل المئات، بس هو هنا عاوز عشرة ما هو عشرات، يبقى إذا الخمسة هتزود على التمانية، الخمسة هتزود على التمانية، يبقى التمانية تصير 90 والميتين زي ما هي كده. وعاوز عشرات ما قالش مئات، فأنا بصيت للعشرات اللي هي التمانية، الخمسة زودت عليها واحد، برضو الخمسة هتزود على التسعة واحد هتبقى عشرة، يبقى إذن دي هتبقى إيه؟ 200، هتبقى 200، لأن الخمسة زودت على التسعة واحد بقت عشرة، وانت حاطط صفر وزودت الواحد على الواحد اللي وراه بقت 200. هنا السبعة تعطي للخمسة، أيوة تبقى 60، هتبقى 60، ونحط واحد صفر في الأحد. التسعة تعطي للسبعة يبقى 80، قرب إلى أقرب 100. طبعا الاتنين مش هتعطي للواحد، يبقى الواحد زي ما هو، ونحط صفار. كذلك الأربعة مش هتعطي للاتنين،
يبقى برضو زي ما هي ونحط صفار. كذلك الأربعة مش هتعطي للسبعة، هنحط صفار والسبعة زي ما هي. الخمسة هتعطي للسبعة، بقى التمانية ونحط صفرين مكان. الخمسة هتعطي للتلاتة هتبقى أربعة ونحط اصفار. ببص للعشرات اللي قبل المئات على طول، ببص للخانة اللي قبل المئات، يبقى هنا أبص للمئات بس. هنا بقى خلاص هخش على 850، أبص الخمسة تعطي للتمانية، يبقى إذا هتبقى تسعة. بعد كده أروح أبص للعدد اللي بعده، عندي خمسة قبلها ستة هتعطيه، لأن الستة تزود على خمسة واحد، يبقى في عندنا 1000 والستة زادت واحد. خمسة ستة زودت على خمسة واحد بقت 600. كذلك الاثنين مش هتزود على التمانية شيء، لأن الاثنين أقل من خمسة تبقى بدون زيادة. مع فهد 179 بطاقة ملونة، إذا قال أن معه 200 فهل قرب إلى أقرب عشرة أم إلى أقرب 100؟ طبعا هو كده قرب إلى أقرب 100. لو قرب لأقرب عشرة كانت بقت 180، قرب لأقرب 100. لأن التقريب لأقرب عشرة يصبح 180 فقط. قرب لأقرب 100. قطع قطار المسافة دي ما عدد الكيلوات التي قطعها مقربا إلى أقرب 100؟ عاوزنا نقربها إلى أقرب 100. نغير اللغة عشان نكتبها بالرياضيات. طبعا اشوف الميات اللي فيها 6، 8 تزود عليها، يبقى ال 8 تزود عليها يبقى الواحد زي ما هو، وال 8 تزود على 6 يبقى بقت 7، واحط صفرين يبقى اذا ال 6 زادت 1، لان هي دي المئات، 8 اعطتها. طيب نظمت نورة 228، اذا اضافت اليها 25 وبعدين نقربهم لأقرب 100. أول حاجة نزود 25 ونطلع الناتج 5 و8 13، 3 ومعايا 1، 1 و2 3، و2 5، وبعدين عندي 2. هو عاوزنا نقربها له إلى أقرب 100. طبعا الخمسة هتعطي الاثنين، يبقى التقريب يساوي 300. يبقى التقريب هيساوي كام؟ 300. بعد ما ضفنا 25 التقريب بتاعنا يبقى كام؟ 300 خرج. وفر خالد 1486 ووفرت أخته، ما الفرق بين المبلغين مقربا إلى أقرب عشرة؟ عاوز نجيب الفرق بين المبلغ ونقربه لأقرب عشرة. طيب أول حاجة إحنا هنحط هنا ناقص ونطلع الناتج، 6 خدت منها 2 بقي 4، 8 هناخد منها 5 يبقى باقي 3،
أربعة ناخد منهم اتنين بقى اتنين، والواحد راح خلاص. عاوزين نقربها إلى أقرب عشرة، هل الأربعة هتعطي للتلاتة؟ لأ، يبقى إذن هتبقى 230، هذا أقرب عشرة، يبقى يساوي كام؟ 230. هغير اللغة بس عشان نكتب التمييز، وأقول له هنا ريالاً، وهنا خرزتان، وهنا كيلو متران. عشان يبقى كل حاجة مميزة باللفظ بتاعها. أفكر في عدد عندما أقربه لأقرب مئة يكون الناتج 400، فما هو العدد؟ وأشرح إجابتي عشان أقرب أي عدد ممكن، بس يكون 300 مثلا. نغير بس لغة الرياضيات، أي عدد أكبر من 350 وطالع. يعني أنا لو قلت 350 وممكن أقول له 360، وممكن أقول له 370، وممكن أقول له 380، وممكن أقول له 390. كل العدد اللي أكبر من 350 ينفع يبقى 400، كل الأعداد دي. وهيقول لي ليه؟ انا هقول له اكتب له عشان اكتب له بالعربي، اي عدد اكبر من 350 او بداية اي عدد بعد 350 يمكن أن حرك بقى كده. طيب، يمكن أن يقرب إلى 400. ليه؟ لأن الخمسين، الخمسة تأتي التلات، ستة تأتي التلات، سبعة تأتي التلات، أي شيء بقى أكبر من 350، ممكن 51، 52، 53، كل ده. اشرح لماذا يمكن أن أقرب العدد 338 إلى 240 أو إلى 200. بيقول لي ليه انا ممكن اخلي 38 اخليها 40، او ممكن اخليها 200. اقول له اذا قربت العدد لاقرب 100 يصبح 200. ليه؟ لأن الأربعة لا تعطي الاثنين فتظل كما هي. يبقى إذا قربت العدد لأقرب 100 يصبح 200، دي أول واحد. إذا قربت العدد لأقرب 10 يصبح
240، لأن 8 تعطي الثلاثة 1. هتزود على الثلاثة ايه؟ 1، لأنها كبيرة. يبقى إذا لو قربنا الأقرب 100 الـ40 صغيرة، ولو قربنا الأقرب 10 الـ8 كبيرة تعتل الـ3. باقي أسئلة ولا خلاص؟ خلاص الحمد لله. متنسوناش من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.